مرحبا بكم في فلوج جديد، فيديو جديد. كنتمناكم تكونوا كاملين بخير وعلى خير. انا رجعت بكاليتي، رجعت بمحتوى ما غبرتش عليكم، راه حاضر ناظر غير نظرا لبعض الظروف. داكشي علاش مابقيتش كنلوح لي فيديو بزاف. دونك انا كيف ما كتشوفوني دابا كاين في واحد المدينه، مدينه واعره، مدينه بوغوصه، مدينه اسفي، وتحيه لكاع الناس ديال اسفي كاملين. دونك وغادي نمشي لواحد البلاصه عندهم هنا معروفه، هاد البلاصه هادي معروفه عند الناس ديال اسفي، كيحاولوا كيجيو ليها. كيف ما كتشوفوها هي الجرده، كاينين بزاف ديال يعني بزاف ديال العائلات كيجلسوا هنايا كيتقواو. فوالا، وما جيتش بوحدي، جا معايا هشام، ديديكاس لهشام، وجا معايا محمد. تحيه للناس اللي كانوا فواحد الدوره، كانت واحد الفورماسيون زوونه. تحيه لكم كاملين من هذا الفلوغ هذا. كيف ما كتشوفوا الاخوان، رجعت بكاليتي، رجعت بمحتوى، كنخسر من عندي غير على ودكم انتوما باش تكونوا انتوما بخير وعلى خير. الطلب اللي عندي انا الوحيد اللي اي واحد اي يوتيوبر كيكون عنده هذا الطلب هو البارطاج، يعني تبارطاجيو ماكسيموم ودعموا القناه باش ديما نوصلكم الجديد. كيف ما كتشوفوا لا سير، قول 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 شي كلمه هشام. اللي بغى يستافد مع الاخ فيو يدخل القناه ديالو وما ينساش يدير لايك سكسيف. فيها بزاف ديال الحوايج، كاس واحد القهوه ها هي. فوالا نتوما كما كتشوفوا القهوه، يعني تبارك الله. يلا الناس ديال اسفي قولوا لي فين هاد البلاصه، فين 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 فين. فوالا دونك بقاو معايا ما تمشيو فين، عندي لكم واحد الخبر، واحد الميساج غادي نخليه لكم في الاخر ديال هاد الفلوق هذا. انتوما يا اخوان كنضربوا بطاطا اسفي. انا خويا هشام، اجا هشام انتوما داري لي واحد الكور، داري لي واحد الكور زوين. شحال 5 دراهم 5 دراهم باش تستمتع بس 5 دراهم. دونك كما كتشوفوا الاخوان، ناخذ دابا بلول ديال البابوش اسفي. تخيل معايا كضرب البلول ومنك للبحر، شي حاجة راه واعرة، شي حاجة المتعة. والشباب اللي كيطلو ديديكاسنيهم. فوالا وي هي في اي دبليو عمرها ديديكاس لواحد السيدة. فوالا ديديكاس لواحد السيدة، سميتك؟ أيا. أيا ديديكاس أيا من اسفي. ديري كاس الآية من اسفي، تبارك الله عليك. فوالا لي فان، هادشي بس زوين كنت كتفلوكي كيجي من الناس شتا عند القناة. ديري كاس لك آية. فوالا الحاجة الوحيدة اللي عجبتني هنا هو أن كاينين الناس يعني في شكل عقلية أوفيغت، شي حاجة زوونة، كاينين الناس زوونين. الجو ديال اسفي واحد الجو زوين، واحد الجو واعر. فوالا هادشي اللي عجبني أنا في اسفي، عجبني الجو ديالها، عجبوني بزاف ديال الحوايج هنا فاسفي. فوالا واحد الصديق جا معايا، فوالا ها امك، ها
راه امك هذا امك سوني وكنقول فين مشاو راه امك. الحاجه اللي عجبتني الاخوان في هذا الاسفي هو انك تلقى الناس هنايا كالم وكالم عرفتي شناهي تخي كالم ما فيهم صداع ما فيهم ضجيج بخير عايشين مصنطين بخير وهاد الحاجه هادي ما كايناش عند اي واحد. لالا مينا فاس في حاولوا تجيو ليها واحد العين زوان هنا صورت لكم البلاصه ديالها بارك الله عليكم. فوالا كاينه واحد البلاصه هنايا بلاصه سميتها عين لالا مينا فوالا ديك العين واعره لالا مينا وتحيه الناس ديال لالا مينا بارك شي حاجه زوينه فاس في حاولوا تجيو لاس في حاولوا تجيو لاس في واحد المدينه زوينه ديديكاس الناس ديالها في من طنجه المكويره. اصعب حاجه هو انك تلاقي بحال هكا وسط الشارع شي بلاصه ما كتعرفهاش. اي فوالا شكرا لكم. دونك الى هنا غادي نحاول نختم الفلوج ديالي. شكرا للناس اللي كتشجعني شكرا للناس اللي كتابونا شكرا لكم بزاف بزاف بزاف. حاولوا تشجعوني حاولوا تدعموني شكرا لكم بزاف بزاف بزاف. ديديكاس لكاع الدراري اللي كيقولوا لي بون كوراج وليد ديديكاس لكم. دونك الى هنا غادي نحاول نختم الفلوج ديالي في مدينه اسفي وتبارك الله عليكم وما تنساوش البارطاج البارطاج البارطاج.